عايز اسالك على حاجه، هل الشهيه بتاعتنا او التمثيل الغذائي لجسمنا عشان نستفيد صح من الاكل اللي بناكله فعلا له علاقه بحركه الشمس، انه مع شروق الشمس ومع غروب الاكل لازم نقوم قافلين بقنا؟ دي حاجه اسمها سيركيديان ريزم او الساعه البيولوجيه في جسمنا، ان احنا الصبح بيبقى اكتر فتره لينا الجسم بيحرق. فحتى انا لما باكل الصبح ده احسن وجبه ليا هي وجبه الفطار. مش هنقفل بقى بعد الشروق، الناس اللي بتصحى بعد الشروق ممكن تفطر كويس. انا قصدي ان احنا بنبتدي مع شروق الشمس وبنقفل عند غروب الشمس، ده اللي انا قلته بالظبط، ده احسن حاجه. وحتى لما عملوا دراسات عن الصيام المتقطع لقوا ان احسن فترات هي اللي ماشيه مع الساعه البيولوجيه لجسمنا. اقفل بالليل واكل الصبح بالظبط، فدي احسن حاجه. حتى دكتوره يعني اول ما الشمس تغرب نقفل بقنا. تمام دكتورة أميرة، في وفاة واحنا زمان كنا كده، يعني حتى أهالينا الفلاحين في الأرض كانوا بعد صلاة العشاء خلاص ما فيش حاجة، ويبدأوا الصبح وصحتهم كويسة وكانوا بياكلوا كويس ما بيتخنوش، وكانوا يقولوا تعشى وتمشى وتعشى وتمشى. دكتورة أميرة، في وفاء بتسأل إني على الأكل أو الأكلات اللي بيجدد الكولاجين في البشرة. ده من اليمن، بنحييها طبعا وفاء واليمن، أهل اليمن. طيب الكولاجين أغلبيته من البروتين، فكل ما كان اكل بروتينات اكتر كل ما كان في كولاجين، فهو لازم ناكل يعني ونشرب ميه كتير. فيتامين سي بيساعد على تحسين الكولاجين، فيبقى لازم اكل فيه فيتامين سي، بروتينات، وفواكه وميه، يعني فواكه وخضروات وميه كتير. طيب من اليمن لليبيا بقى، حبيبتنا في ليبيا خديجه بتقول لك يعني الفواكه وعلاقتها برضو بالسعاده والصحه زي التفاح والموز وكده والمكسرات. التفاح والموز والحاجات اللي هي الالياف فيها ماده يعني بيزود حاجه التريبتوفان، والتريبتوفان بعد كده بيزود لي السيروتونين. فهي كل حاجات فيها فيتامين سي، التوت، الفلافونويدز، الحاجات اللي فيها فلافونويدز، الفراوله، كل البري كده والحاجات بالظبط. احنا نلاقي حتى بالظبط احنا نلاقي حتى في موسم الشتاء الفراوله والموز هو احسن وقت ليهم. فطبعا نكتر من الموز، الفراوله، والتوت لو قدرنا. سبحان الله، ربنا خلق كل حاجه تتناسب مع الفتره اللي هي فيها، عشان كده لما بناكل حاجه مش في اوانها ما بتاخدش فايدتنا منها، او مش هو ده اللي مطلوب. يعني الشتاء عندنا الليمون والتفاح والجوافه، الجوافه دي مصنع فيتامين سي، فيتامين سي، والفيتامين سي مهم جدا برضو في التعديل. طبعا نشكر خديجه من ليبيا.